في مكان ليس ببعيد عن المسجد الكبير وسط المدينة، يقف هؤلاء الرجال الذين تتدلى من أيديهم سبح تم صناعتها بطريقة كردية بحتة ومن نبات القزوان المنتشر في جبال كردستان. حبات القزوان هذه تقطع مرحلة جلب وتصنيع طويلة قبل أن تجد مكانها في أيدي الرجال والنساء وخاصة كبار السن. نذهب إلى الجبال ونحصل على القزوان، ثم نقوم بعدها باختيار الحبات الصالحة لصنع السبحة وننظفها جيدا، ثم نعمل على ثقب داخل كل حبة ونربطها بالخيط فيما بعد لتصبح سبحة تصل إلى هنا ويتم بيعها. طبعا العملية طويلة وصعبة وفي بعض الأحيان قد تكون غير مربحة. تتراوح أسعار السبح حسب نوعها، وأغلاها هو الأبلق لأنه مع كثرة استعماله يعطي بريقا يوما بعد يوم. هناك نوع من السبح تحتوي على خطوط تسمى جولاكاخور وأخرى تسمى قلاخور، والأغلى سعرا تسمى أبلق لجمال حباتها وبريقها كلما ازدادت قدما. وعلى الرغم من اختلاف استعمال السبح بين الأمور الدينية والكماليات، لكن أغلب الكردستانيين يتفقون على أن اقتناء السبحة هي أحد الظواهر التراثية والتي تناقلتها الأجيال مع مرور الزمن. هناك أنواع مختلفة من السبح المصنوعة من القزوان، منها ذات الحبة الكبيرة ومنها ذات الحبة الصغيرة والناعمة، كذلك هناك الأصلي والمقلد. هذه السبح حملها آباؤنا وأجدادنا وأيضا نحملها نحن الآن حتى أصبحت جزءا من الفلكلور الكردستاني. تختلف الأسباب لحملها بين التسبيح وذكر الله وصولا إلى استخدامها كأكسسوار أو للتسلية. منذ القدم وحتى الآن وما تزال السبحة تعطي صوراً عن عبق التراث والفلكلور الكردستاني. لقناة زاغروس تي في، شيار محمد، السليمانية.